حياكم الله جميعا وبياكم وكان الجنة مأواكم. وباسمكم جميعا أتوجه بشكر الجزيل إلى جمعية النصر التي يسرت لنا هذا اللقاء بهذا الشكل الجميل وسعت نحو هذا الملتقى لكي نقول أو نبلغ كلمة الصواب وما ينبغي أن يقوله المسلم أو المشتغل بالعلم الشرعي في هذا الباب. إذن أشكر تلك الجميع على هذا المسعى الطيب، وكذلك أشكركم أيها الحضور أو الحضور الكريم على هذا تجشمتم هذه الصعاب وأتيتم لكي تسمعوا منا هذه الكلمة. فأولا مداخلتي ستتناول الأسس والمرتكزات الرئيسة التي استند إليها أصحاب العريضة المطالبين بإلغاء التعصيب. وسأوتر هذه المداخلة بالحديث عن ثلاثة محاور أحاول من خلالها أن أبين تهافت تلك الأسس والمرتكزات. المحور الأول هو بعنوان قراءة في لائحة الموقعين على العريضة. ننظر في هذه الأسماء التي وقعت، وننظر كذلك في شكل الخارجي لهذه العريضة. إذن فيبدو واضحا، يبدو واضحا من خلال أسماء الموقعين الذين وقعوا على العريضة أنهم لم يستطيعوا، هؤلاء أصحاب العريضة، أصحاب العريضة لم يستطيعوا أن يقنعوا ولو عالما واحدا من علماء الأمة بمطلبهم. هذا المطلب بين قوسين حسب قولهم بني على مقاصد الشريعة، هذا المطلب بين قوسين يتغيى حسب قولهم، كما قلت يتغيى العدل، هذا المطلب يريد منهم أن يرفع الظلم. ولا شك أن هذه الكلمات التي قيلت هي إما مقاصد شرعية نبيلة وإما وسائل مشروعة. أولى الناس بها من هم؟ هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ولكن كما قلت لم يستطعوا هؤلاء أصحاب العريضة أن يقنعوا ولو عالما واحدا من علماء الأمة ويكون معهم أو يكونوا معهم من الموقعين على العريضة. بل أقول أكثر من هذا، لم يستطيعوا أن يشركوا معهم في مشروعهم ولو باحثا أكاديميا مختصا في فقه المواريث، عرف باتزانه، عرف بانضباطه، عرف بصدق انتمائه إلى مرجعة الشرعية السنية. ولو هذا الواحد لا يوجد إلا واحدا أعرفه، باحث أكاديمي أعرفه معرفة جيدة، له قدر من العلم وعلى خير وعلى بركة أحسبه والله حسيبه، كان من الموقعين، وقع على تلك العريضة. ولكن سرعان ما تبين له أن الأمر ليس كما قيل له، ليس كما سوق له، فانتفض وانسحب وترك تلك، ذكر بيانا في الأمر وترك الأمر مدويا، وبين حتى السبب من بين تلك الأسباب التي قال ذلك الرجل الفاضل أن المطلب، مطلب العريضة، هو مطلب مؤدلج، بمعنى بني على إيديولوجية معينة. وأشكر كذلك، لم أقم بواجب الذي ينبغي في بداية الكلمة، وأشكر إن وجاءت وقتها كما يقال، وأشكر فضيلة الدكتور البشير عصام على بيانه تلك المعلومات التي تتعلق بهذا الجانب الفكري
جانب المرجعي لهؤلاء من أصحاب العريضة أو غالب أصحاب العريضة. إذن فذلك المطلب كان مؤدلجا أي مبنيا على إيديولوجية معينة معروفة. ذكر ذلك الرجل الفاضل الذي انتفض وتركها مدوية أن من بين أسباب ذلك أنه لاحظ في قائمة المواقعين أناس ليس لهم دراية بفقه المواريث، أناس ليس من أهل الاختصاص. هذا شيء مهم، هذه العبارة عبارة أهل الاختصاص. لطالما تضايق منها الحداثيون والعلمانيون ونقموا علينا حينما نرميهم من هذا القوس ونقول لهم إنكم لستم من أهل الاختصاص، ماذا يفعلون؟ يرفعون عقيرتهم، ينددون هذا الكلام أو هذه العبارة فيها ظلم، فيها إجحاف، فيها إقصاء، فيها مصادرة لحق التعبير وإلى غير ذلك. ولكن الأمر ليس كما قالوا ووصفوا، بل ما وصفوا به هو مغالطة أخرى. لماذا؟ إن هذه العبارة حينما نقول لهم أنتم لستم من أهل الاختصاص لا نقولها إلا إذا تعمد العلماني أو الحداثي واستند إلى مصطلحات شرعية، مصطلحات علمية شرعية، وبنى عليها مطلبه، أو تقدم بفقه شرعي من حيث الظاهر. أما حينما ننظر فيه فهو لا علاقة له بالفقه، ولكن من حيث الظاهر إن بنى على مصطلحات شرعية أو علمية شرعية وقدموا مطلبهم وقدموا أطروحاتهم على تلك المصطلحات وعلى ذلك المبنى الفقهي كما جاء في هذه العريضة. إذن هم استعملوا مصطلحات شرعية، استعملوا بين قوسين فقها معينا وتكلموا بلغة أهل الشرع، فكان الأولى أن نخاطبهم بذلك. إذن كما قلت كما جاء في هذه العريضة، هذه العريضة استندت أولا إلى علم مقاصد الشريعة حسب قولهم. هذه العريضة جاء فيها إن القول بالتعصيب لا يوجد له، أولا هو اجتهاد فقهي، لا يوجد له أي سند من القرآن الكريم. هذه العريضة تحدثت عن مبدأ العرف ودليل العرف وأخذ أحكام الشرعية من العرف. هذه العريضة كذلك استندت إلى ما يسمى بالتعليل، بتعليل أحكام المواريث. وهنا السؤال يفرض نفسه ويطرح نفسه بإلحاح وبقوة. حسنا، هذه المصطلحات هي مصطلحات شرعية وذات طابع تخصصي عميق، وذكر إخواننا المشايخ بارك الله فيهم أن هذا الأمر لا يمكن أن يصل إليه الإنسان، أن يتكلم عن مسالك العلة وإن يتكلم عن مقاصد الشريعة ويتكلم عن الأدلة العميقة جدا دون أن يكون قد فعلا تمكن من هذا الأمر وأخذ ضربة كبيرة في طلب العلم. إذن فهؤلاء استعملوا تلك المصطلحات وهي ذات طابع تخصص عميق وهم لا دراية لهم بها. أليس من حقنا أن نواجههم بهذا الكلمة وبهذه العبارة ونقول إنكم لستم من أهل الاختصاص؟ أكثر من هذا أقول، هؤلاء أصحاب العريضة استعملوا تلك المصطلحات ووظفوا ذلك البناء الفقهي من حيث الظاهر، وهم في حقيقة الأمر لا يعترفون، واسمعوا هذه الكلمة، لا يعترفون بحاكميتها ولا بحاكمية مرجعيتها. أي يجوز بعد هذا أن يستدلوا بتلك المصطلحات؟ أي يجوز عقلا ويستصاغ؟ أم ماذا يفعل هؤلاء؟ إذن فمن حقنا مرة أقول إذا هم استعملوا تلك المصطلحات ووظفوا البناء الفقهي وهم ليسوا أهلا لذلك، من حقنا أن نقول لهم أنتم لستم من أهل الاختصاص. لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نقبل أن يحارب الدين باسم الدين
وأن يقوض مقاصد الشريعة باسم مقاصد الشريعة، وأن يهدم هذا الدين باسم أو إسلام باسم الإسلام وهكذا، لا أبدا، لا يمكن أن نقبل هذا الأمر أبدا. هذه إذا نحن سكتنا عن هذا الأمر فتعد يعد هذا الأمر من خيانة للإسلام ومن الأمانة وللمسلمين جميعا. إذا أرادوا أن لا نقول تلك العبارة أقولها هكذا، أنا لا أنكر أو لن أقول هذه العبارة، أنتم لستم من أهل الاختصاص. إذا ما هذا الإنسان المتكلم الحداثي العلماني إذا ما تحدث عن الإرث ودعا إلى تغيير الإرث برمته، ليس فقط تعصيب أو كذا أو كذا، بل برمته، وهذا هو هدفهم أن يغيروا الإرث ويدعوا إلى ذلك، ولكن الشرط الوحيد هو أن يكون ذلك المطلب مبنياً على مرجعية غير الإسلام، على مرجعية غير مرجعية الدينية. لهم أن يقولوا ما شاءوا وحينئذ سوف نجيبهم في وقتها حسب المقام، ولكن أن يستعمل الدين في ضرب الدين وأن يستعمل مقاصد الشريعة في ضرب مقاصد الشريعة وهكذا ودوالك، فلا يمكن أن نقبل بهذا بحال هذا الأمر. هذا المحور الأول. المحور الثاني يتعلق بهذه الكلمة وعنونها من خلال كلامهم، أنا فضلت أن أتكلم على العريضة، إخواني بارك الله فيهم، الدكتور عصام تكلم عن الجانب الفكري والتنظيري لموضوع الإرث ولمطالب هؤلاء، وأخونا الشيخ رشيد معمر تكلم عن الجانب الفقهي وأتى بأدلة لا يمكن بحال أن يشك فيها أحد من سمعها وتمعن أنها من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن فيها إجماعات قوية ولا يعلم لها مخالف ولا من طعن فيها، لابد لها للمسلم أن يسلس لها وأن يستجيب لها. ولكن كلامي سوف يعني أتكلم من خلال تلك العريضة وأنقل بعض الكلام، ومن بين الكلام الذي قالوا هؤلاء أصحاب العريضة قالوا التعصيب هو اجتهاد فقهي لا يوجد له أي سند في القرآن الكريم. هذه العبارة بنصها وشحمها كما يقال. إذن فأليس هذا، أنا أخاطبكم الآن، أليس هذا نموذج واضح صريح بأن هؤلاء الناس إما أنهم لم يقرأوا القرآن أو لا يملكون آليات لقراءة القرآن قراءة سليمة كما مضى من سلفنا الصالح؟ فهل يمكن أن يتصور أن هذه الدعوة ليس في القرآن، هذا النفي المطلق ليس في القرآن أي سند للتعصيب؟ هذا النفي المطلق لو كان فقط إنسان قرأ كتاب الله عز وجل بحسن نية لوجده، وقد دلل أخونا الشيخ رشيد على ذلك. إذا ننظر في هذه الدعوة، أخونا الشيخ رشيد ذكر بعض الأدلة، وهذا سوف يسهل علي أن لا أسرد جميع الأدلة بل أكتفي ببعض الأشياء المهمة حتى أبين إن هذا الأمر، أن القرآن الكريم ليس فقط أشار إلى التعصيب بل تحدث ضمنياً يعني على التعصيب بكلام لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، وهذا ما وقع للأمة، لم يختلف العلماء في دلالة هذه الآية فيما يتعلق بالأب، الأب يعني أب الميت يرث بالتعصيب وحي من الله عز وجل. إذن فقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وربنا سبحانه وتعالى لم يشر للأب، ماذا للأب؟ فدون خلاف بين أهل العلم إجماع الأمة على هذا المعنى، أن ما بقي أخذه الأب تعصيبا، أي الثلثين الذي بقي من ثلث الأم إن أخذه الأب تعصيبا، وهذا فيه إجماع ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ليس فيه نقاش ليس فيه حوار، بل أجمع أهل العلم على هذا المعنى وحتى من حيث الظاهر.
فالله عز وجل ذكر الثلث وسكت عن الثلثين سكوتا في نظرنا نحن، أي لم يصرح، ولكن المعنى واضح أن ما بقي هو لمن؟ هو لأبي الهالك. إذن قد أشار القرآن الكريم، قد أشار أو صرح تصريحا يعني من نوع آخر ضمنيا لا يختلف فيه اثنان على أن الأب يرث بالتعصيب، وهو موجود في القرآن الكريم، وليس أن القرآن الكريم لم يعني يشر إلى التعصيب. كذلك صورة أخرى، أخو الميت يرث بالتعصيب وحي من الله عز وجل، تكلمنا عن الأب، الآن نتكلم عن الأخ. ثبت في أصول الفقه أن سبب نزول الآية الكريمة قطعي في الدخول، في دخول الآية، أي بمعنى أن الآية الكريمة إذا نزلت على سبب معين فذلك السبب الذي نزلت بسبب أو عليه تلك الآية فهو يدخل قطعا ويكون مما يدل عليه دلالة قطعية دون خلاف بين أهل العلم. إذن فأقول لكم أول الحديث، وهو كما رواه أبو عيسى الترمذي وغيره عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. وهذه الإشارة ولا ينكحان إلا ولهما مال، بمعنى أن المرأة في ذلك الوقت كانت لها مال، وكانت بسبب ذلك المال قد تطلب يعني كما هو كان معروف يعني في الجاهلية وفي بداية الإسلام، ليس كما يزعم هؤلاء أصحاب العريضة، وسوف نأتي على هذه المسألة. إذن قال جابر، فقال عليه الصلاة والسلام: يقضي الله في ذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ حتى ينظر أو ينزل ربنا جل في علاه ما يفيد هذا الحكم. قال جابر: فنزلت آية الميراث. ما هي هذه الآية؟ قول الله عز وجل كما تلوت لكم آنفا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا أخو الميت، اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. إذن هذا دليل آخر على أن التعصيب هو موجود في القرآن الكريم، ليس كما زعم هؤلاء. هؤلاء زعموا أن التعصيب ليس في القرآن الكريم، وقد أثبتنا بمثالين أن هذا الكلام الذي قيل ليس صحيحا. ولكن لماذا فقط نقتصر على القرآن؟ أليست السنة كذلك وحي؟ لماذا هؤلاء يفرون من السنة لكونها محكمة؟ فقد ذكر أخونا الشيخ رشيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين، الذي فيه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالمعنى كما ذكره أخونا الشيخ بارك الله فيه، هذا قد أجمع عليه أهل العلم أنه ما بقي فهو للعصبة، ليس فيه خلاف. ذكر بعض من نقل الإجماع منهم كما قال ابن بطال الفاسي وابن بطال والنووي وغيره، هذا المعنى ليس فيه خلاف بين أهل العلم، وقد يكون الحديث هذا من الآحاد، ولكن إذا أجمعت الأمة عليه وعلى معناه ينتقل ذلك ما يدل عليه من الظنية إلى القطع، وهو فعلا ما وقع يعني ما وقع في الأمة، ولم تختلف الأمة على معناه. إذن فهذا الحديث هو حديث يعني أتيت به الآن لكي أشير إلى مسألة أخرى. فهذا الحديث على وضوح معناه ودلالته فيما يعني يدل عليه، تجد أو قد تجد من باب القدقدة من يقول إن هذا الكلام سيق في بيان أو في مقام السياسة الشرعية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليس مبلغا عن الله، بل فقط قائد
يعني ورئيس إن شئتم رئيس دولة وكذا وكذا من باب السياسة الشرعية لا غير. وما يدل على خطأ هذا المعنى، لأن هذا سمعت هذا الكلام، سمعت من أحدهم أنهم فعلا يروجون هذا المعنى، فروا من السنة لأنها محكمة، وزعموا أن القرآن ليس فيه ما يشير إلى التعصيب، ورأينا كما قلت آنفا وهم يحاولون تمطيط معاني السنة المحكمة، ومن ذلك بزعمهم أنها في هذا المقام فقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في مقام السياسة العامة أو السياسة الشرعية، ولكل زمان له سياسته وهكذا، وهذا ليس صحيح. ما يدل على أنه ليس صحيح هو ما أجمعت عليه الأمة، إجماعات كثيرة جدا. الإجماع أيها الإخوة الأفاضل لابد أن نفقهه ولابد أن نلتزمه، لأنه لو لم نلتزم الإجماعات التي نقلت إلينا وفيها أمور واضحة، فيها أمور واضحة، فيها مسائل قد اتفق عليها العلماء ولم يعلم لها خلاف، فإذا نحن لم نلتزم بتلك الإجماعات ضاع ديننا. وهؤلاء كما قلت يفرون من الإجماعات ومن السنة المحكمة إلى غير ذلك. إذن هناك إجماعات كما قلت، فأكتفي بما ذكره أخونا الفاضل الشيخ رشيد. إذن أنتقل إلى المحور الثالث. المحور الأول كان هو بعنوان هل القرآن الكريم لم يدل على التعصيب؟ هل هم كما زعم هؤلاء أن القرآن الكريم أو أن التعصيب هو اجتهاد فقهي وليس له أي سند من القرآن الكريم؟ وقد لاحظت معي أن له ليس سند بل أكثر من سند، وفي كلمة أخرى كذلك عندهم، هذه هي العريضة والمضمون العريضة. فمن كلامهم قالوا بأن التعصيب، القاعدة المذكورة المراد بها التعصيب، هي منتج خالص للفقه وليس وصية إلهية. ليس وصية إلهية، التعصيب ليس وصية إلهية. والله عز وجل في مطلع الآية الكريمة يقول يوصيكم الله في أولادكم، الآية الكريمة، وهم يقولون ليس بوصية. إذن ننظر الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث يتكلم هل التعصيب وهل الإرث عموما بنيت أحكامه على العرف أو على المجتمع؟ بمعنى كما يقولون أن المرأة في الصدر الأول لم تكن تشتغل ولم يكن لها مال، وأن المرأة في ذلك الوقت كانت حبيسة بيتها وغير مسؤولة على أشياء كثيرة، بخلاف الرجل الذكر الذي عليه واجب الإنفاق وعليه مسؤولية كثيرة وإلى غير ذلك. إذن فقد ناسب في ذلك الزمن في الصدر الأول أن نعطي الرجل أكثر مما نعطي المرأة، وهذا الكلام حقيقة هذا التعليل لو قبلناه منهم لا امتد الأمر حتى إلى نظام الإرث بأكمله، حتى إلى الفروض، ليس فقط التعصيب، لأن نفس العلة ذكروها في مكان آخر وفي موطن آخر على أو أردوا بها طلب المساواة، وقد صرح من وقع على العريضة بهذا المطلب، قالوا هكذا فقط، العريضة هي لأجل التعصيب، ولكن هذا فقط مرحلة، وسوف نتكلم عن المساواة مطلقا. بل تحدث معي أحد الموقعين وقال لي فقط المسألة هي مسألة وقت، هي أولوية وخطة، اليوم تكلمنا عن التعصيب وغدا نتكلم عن المساواة المطلقة، وما عللوا به هنا فيما يتعلق بالتعصيب قد سبق أن قيل في باب المساواة، وكذلك يصلح أن يكون علة لكي نغير الإرث بأكمله إذا كانت فعلاً أن الله عز وجل أعطى الرجل أكثر من المرأة بسبب عمله وشغله وكذا وكذا وكذا، والآن تغير الزمن، فيمكن الآن أن نقول نغير كذلك، وقد تغير الزمن وتغير الواقع وإلى غير ذلك، وممكن بهذا القول إذا قبلناه أن نغير منظومة الإرث بأكملها، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن ننظر في بعض الأمثلة التي تبين هل بالفعل أن علة الحكم يتعلق بالذكورة والأنوثة، أو أريد أن أقول هل علة الحكم تتعلق بالعمل والاشتغال، وأن الذي يشتغل هو الذي يأخذ أكثر،
وأن الرجل الذي ينفق هو الذي يستحق أكثر وإلى غير ذلك. إذن هل فعلا هل هذا كلام يصمد؟ هل يمكن أن تكون هذه علة صالحة للتعليل؟ وقد سبق أن أشار أخونا الدكتور عصام أن مسالك العلة ليس بالأمر السهل، لا بد أن تكون من أوصافها أن تكون مضطردة، أي موجودة في جميع الأحكام التي يراد أن ننظر فيها، وكذلك أن لا يكون قادحا فيها، وهذا ما تخلف هنا. ننظر إذن من صور، الآن سوف أتكلم سواء عن التعصيب أو المساواة، من الصور التي تفند هذا الزعم أن الله جل في علاه أعطى الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات وليس في كل الحالات، وهي حالات معدودة عدها العلماء بأربع حالات. إذن عد فننظر هل فعلا أن هذا الأمر إن مضطرد ويوجد حيث وجد الرجل سوف يأخذ أكثر. عندي الآن بين يدي صورة فيها مساواة المرأة للرجل في النصيب، إذا الرجل لم يأخذ أكثر من المرأة، وهي هذه الحالة عند وجود الأم مع الأب مع وجود ابن الهالك، وجود الأم مع الأب مع وجود ابن الهالك. إذا الأم والأب ماذا سوف يأخذان؟ يأخذان السدس، إذا السدس للأم والسدس للأب. إذا الأب الذي سوف ينفق على زوجته التي هي أمه هنا وسوف تأخذ ماذا؟ سوف يأخذ السدس كما أخذت هي السدس، ورغم أنه سوف ينفق عليها. إذا الأمر لا يتعلق بالنفقة، الله عز وجل سوى بينهما رغم أنه يجب عليه أن ينفق عليها وجوبا شرعيا، وكما هو في الواقع كذلك. صورة أخرى وأنتقل، هناك أمثلة كثيرة، ولكن صورة تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وهي عند وجود زوج الهالكة، إن المرأة هي التي توفت هنا، زوج الهالكة مع ابنتيه، فله كم؟ له الربع، وكم لهما؟ يعني البنتان لهما الثلث، لهما الثلثان. إذا البنت تأخذ الثلث وأختها كذلك الثلث، والأب الذي هو مسؤول على ابنتيه كم سوف يأخذ؟ سوف يأخذ الربع. إذا أقل، إن لو كانت هذه العلة علة الإنفاق هي العلة الحقيقية لكان من المفروض أن يكون حق الأب أكثر من حق بنسيه، لأنه هو سوف ينفق عليهما، ولكن لم يكن ذلك. وهناك مثال آخر كذلك وأختم به، صورة ثالث المرأة ويحرم الرجل. سبحان الله، نعم عندنا هذه الصورة. هذه الصورة إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت بنت وبنت ابنين، إذن تلك البنت الزوجة تأخذ حقها، والأب والأم وبنت ابنين تأخذ السدس وبالإجماع، ولكن لو كان في مقامها أخوها ذكر سوف يحرم ولا يبقى له شيء. إذن هي تأخذ وهو لا يأخذ. إذن هذه أمثلة فقط عللنا بها لكي نبين أن مسألة الإنفاق، وأن المجتمع قد تغير وأصبحت المرأة تنفق وتساعد زوجها وتفعل، وهي كذلك في بعض الأحوال، لا ننكر هذا الأمر، لا يمكن أن ننكر هذا الأمر، ولكن لا ينبغي أن نقول بأن الله جل في علاه علق تلك الأحكام على تلكم العلل وأناط بها الأحكام أبدا. لماذا؟ ما دليلنا في هذا القول؟ هو أنها تخلفت هذه العلة، حيث وجد الإنفاق وحرم الرجل، وحيث وجد الإنفاق واستوى ما أخذه الرجل مع المرأة، وحيث وجد الإنفاق ولم يأخذ الرجل، وهكذا. إذن أمثلة كما بيناها واضحة، فأقتصر على هذا القدر وأقول بأن أصحاب العريضة لو لاحظنا إن كيف انتقلوا إلى العريضة وإلى الكلام عن التعصيب، أنهم تكلموا في الأول عن المساواة المطلقة حتى وصفوا القرآن الكريم بكونه ذكوري، أي يميز الرجل عن المرأة وهو في صالح الرجل ضد المرأة. ولما وجدوا أن هذا الطرح وهذا الكلام سوف يصادم آية في قلوب المسلمين واضحة ومحفورة في قلوبهم، وهي قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، انتقلوا إلى كلام التعصيب وبدأوا يأتون بأشياء بأمثلة، أرادوا بذلك أن يستجلبوا عطف الناس. أمثل لكم بمثال،
يقول لكم هكذا: تصوروا معي أن رجلا قد مات وخلف بنات، وهناك أعمام وهناك كذا، وبالتالي سوف الأعمام يأخذون حقهم أو أبناء عمهم وهكذا، حسب ما هو إنما مذكور في كتب الفقه فيما يتعلق بفقه المواريث. إذن سوف يطالب ذلك الرجل العم أو ابن العم بحقه وقد كان بعيدا عنهم، وسوف يأخذ مالهم، وتلك الأسرة سوف تشتت، وقد تضطر أن تبيع بيتا مسكنها وكذا وكذا. أنا أقول تصوروا معي كذلك هذه الصورة المذكورة، أن فقط فيها غير البنات، ليس هناك عم ولا شيء من هذا القبيل، ولكن إحدى البنات أرادت أن تأخذ حقها، ولا يمكن أن تأخذ حقها وهي متزوجة، والبنات الباقيات صغيرات مثلا لا يمكن لها إلا ببيع المسكن. ماذا سوف نفعل؟ ماذا سوف نفعل؟ نفس الكلام سوف يرجع، هذه العلة غير مضطردة، هذا الكلام لا يستقيم، لا يستقيم هذا الكلام. ثم نلاحظ كذلك غياب ملحظ أو بغياب ملحظ معين، هو يتعلق بالدولة. الدولة مسؤولة عن أشياء كثيرة، لابد في بعض الحالات التي يكون فيها ضرر لفئة معينة أن تتدخل بما هو معروف وما هو واجب عليها. إني وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى سوف نفتح بابا للأسئلة أو لبعض المدخلات حسب ما يتيسر هذا الأمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفروا إنه كان غفارا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ha 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 ha